طيب نكمل كلامنا دلوقتي على البي دبليو ام. دلوقتي الابلكيشن التالت اللي عايزين نعمله بالبي دبليو ام اللي هو انا عايز موتور باتنين دايركشن، اتحكم في الدايركشن بتاعه فورورد ريفرس، وعن طريق واتحكم في السبيد بتاعته. طبعا الابلكيشن ده انا ممكن اربطه بالعربيه اللعبه اللي هي ممكن تتحكم فيها بريموت، معاك فيها 4 زراير، واحد فورورد واحد ريفرس، وواحد بيزود السرعه وواحد بيقللها، لو اعتبره ار1 وار2 يعني. او ان انا ممكن اقول ان هو والله لا ده اسانسير بيطلع ويقف بيطلع وينزل، وبيتحكم في السرعه بتاعته لما يطلع ولما يقف في بدايه الطلوع وبدايه النزول. او ان انا ممكن اقول مثلا ان الابليكيشن ده ممكن ينفع لبوابه جراج انت بتفتحها وبتقفلها، على حسب مثلا ان في سنسور بيقرا لك ان في حاجه قدامك، فبالتالي يبدا يفتح بوابه الجراج بسرعه او بالراحه على حسب السرعه اللي انت محتاجها، او محتاج يقفلها لو انت مش موجود، لو بتكلم على الجراج بتاع البيت يعني. برضو ابلكيشن لو ممكن اتكلم بقى كسيمبل قوي اللي هو غساله بتدور في اتجاه يمين وبتدور في الاتجاه الشمال، طبعا تقدر تتحكم فيها اكتر، تقدر تحط فيها الابلكيشن او تحط مود اكتر على حسب الابلكيشن اللي انت عايزه. طيب تعالوا نشوف الابلكيشن ده. انا قلت ان انا عندي دلوقتي عندي الموتور هحتاج اتحكم فيه ان هو يدور في التو دايركشن بتوعي، يدور مره كلوك وايز، او في الحاله دي هتبقى فورورد، يعني مثلا امشي العربيه قدام وده يمشي العربيه ورا على حسب انا هضغط على انهي زرار. واحتاج ان انا على حسب بقى حبيت اعلي السرعه او حبيت اوطيها. طيب برضه انا اكيد هستخدم الانالوج جرايد، بس هحتاج شويه ايكويشن. تعالوا نبص الاول ككودنج عندي على بروتوس هيبقى الشكل عامل ازاي. طبعا خلاص بقى مش هحتاج التمبريتشر سنسور، خلاص هعمله ديليت. مش هحتاج ترانزستور، احتاج اي سي هاي تاني عشان اتحكم في الترانزستور، عشان اتحكم في الموتور. المفروض ان انا احتاج اتش بريدج. الاتش بريدج دي عباره عن 4 ترانزستور، لو شفت كده الاتش بريدج. طيب تعالوا نشوف الاتش بريدج ازاي ممكن نعملها. يبقى عندي ده الموتور، هعمله بس روتيت. طبعا ده الشكل بتاعنا مش هنعملها كده، بس ده مجرد يعني عبارة عن 4 ترانزستور، ده واصل بده وده واصل بده، يبقى عندي هنا جراوند. وعندي فوق دي سي سبلاي. وعندي ترانزستور ده واصل بالترانزستور ده، هما الاتنين مع بعض، وترانزستور ده واصل بالترانزستور ده، كده بقى عندي 2 سيجنال هسميهم بقى رايت وليفت. لو انا شغلت الترانزستور ده يعني ده اشتغل، عطيت سيجنال هنا هاي وهنا هاي، اكيد ده يبقى هنا عاطي هدي هنا هاي ولو، هنا هاي ولو، فبالتالي الترانزستور ده هيشتغل وده هيشتغل، فلاقي ان الكرنت هيبدا يمشي لي في الاتجاه ده. فلما الكرنت يمشي في الاتجاه ده هلاقي ان الموتور بدا يدور في الاتجاه ده. طيب لو انا شغلت الترانزستور ده، فبالتالي لو شغلت الترانزستور ده طبيعي ده هيشتغل مع الترانزستور اللي هناك، ده هيشتغل معاه، هل الترانزستور ده اشتغل مع الترانزستور ده، فلاقي ان الكرنت في الحاله دي هيمشي كده بعدين كده بعدين كده لحد ما يوصل للجراوند. فكده يبقى كان انا عكست اتجاه الدوران بتاعي في الاتجاه ده. يبقى تاني لو انا شغلت الترانزستور ده يعني عطيت هنا هاي، هنا 1 وهنا 0، هلاقي الكرنت هيمشي كده جاي من هنا، فلاقي ان كأن الموتور هيدور في الاتجاه. طيب لو عكست الموضوع خليت هنا 0 هنا 1،
يبقى تاني، يبقى كأن انا شغلت ترانزستور ده اشتغل وترانزستور ده اشتغل، فلاقي الكرنت ماشي كده، فالموتور هيدور في عكس الاتجاه. دي فكرة الاتش بريدج. طبعا هي مش بالسهولة دي، في يعني كونسترينت عليها، خاصة لما الفولت يبدأ يعلى. يبقى انا اخر حاجة انا قلنا هنا 0 و1 او 1 و0، 1 و1 ما ينفعش، يعني لو حطيت 1 و1 يبقى كأن انا بشغل ده وبشغل ده وبشغل ده وبشغل ده، يبقى كأن انا بعمل شورت سيركت على السبلاي، بعمل شورت سيركت على السبلاي على طول، الموتور مش هيشتغل. 0 و0 هيوقف لي الموتور، فانا عندي الاوبشن ده. طبعا احنا مش هنشتغل بالاتش بريدج دي خالص، مش هنشتغل، مش هنبنيها بنفسنا، احنا هنستخدم اي سي هو باني فيها الاتش بريدج دي ال 298. ال 298 ممكن نستخدم دي، في برضو ال 293، الاثنين هيشتغلوا معايا مفيش مشكله. ادي عندي هنا الاتش بريدج دي، انبوت 1 وانبوت 2، انبوت 3 وانبوت 4، انيبل 1 وانيبل 2، دي ال 298. في برضو ال 293 دي لو حابب تستخدمها برضو، ال 293 دبل كليك خلاص ضافت ال 293 هتبقى بالشكل ده، هي الشكل بتاع الاتش بريدج اللي كان موجود عندي. كان عندي اللي هما الاثنين سيجنال كنت بحطهم، اللي هو بالنسبه لي كان رايت ولو، رايت وليفت، اللي كنا نقول 1 و0 هو انبوت 1 وانبوت 2. الانيبل ده على طول هنوصله مبدئيا دلوقتي ب5، اوبوت 1 واوبوت 2 ده الطرف اللي في النص اللي كان ما بين الاثنين ترانزستور اللي كنت هوصل عليه الموتور. طيب تاني ادي عندي ده الطرف الاولاني وده الطرف التاني، الطرف الاولاني والطرف التاني، ادي قلنا ده هيبقى انبوت 1 على اساس ان انا هوصله بالسويتش ده، هيبقى السويتش ده واصل بانبوت 1، وانبوت 2 هوصله بالسويتش التاني. يبقى كده عندي طرفين، ادي انبوت 1 وادي انبوت 2. انبوت 1 هيشغل لي الجزء ده والجزء ده، فهيخلي الموتور مثلا يدور في الرايت دايركشن. لو حطيت على انبوت 2 الهاي هيخليه يدور في الليفت دايركشن، ده اللي هيشتغل وده هيشتغل. لو بصيت بقى على بروتوس هلاقي عندي، وعندي هنا برضو الطرفين دول الاوتبوت اللي بيوصل ما بينهم الموتور، الطرف الاولاني والطرف التاني، وعندي طرف للجراوند وطرف للسبلاي بتاعي اللي هو اللي هيشغل الموتور اللي هو ال 12 فولت. يبقى انا عندي كام طرف في الاتش بريدج دي؟ لو انا وصلت ده بده فيبقى عندي هنا طرف واحد، وهيبقى عندي طرف التاني، وهيبقى عندي هنا طرف تالت اللي هو الفي سي سي، والطرف الرابع اللي هو الجراوند. طيب دلوقتي ادي الانبوت 1 وانبوت 2، وده الاوتبوت 3 و6 اللي هيوصل عليهم الموتور اللي هما كانوا في النص اللي هما الطرفين دول. وبعدين عندي الفي اس اللي هو الفولت اللي هوصل عليه الموتور، بنسميه الفي اس اللي هو ال 12 فولت، وعندي الجراوند هوصله. طيب ايه انبوت 2 وانبوت ايه انبوت 3 وانبوت 4 دول؟ انبوت 3 وانبوت 4 بيقول ان الاي سي دي فيها 2 اتش بريدج، يعني فيها اتش بريدج وفيها 2 اتش بريدج تانية، يعني اقدر اشغل بيها 2 موتور مع بعض. طيب يبقى الجزء اللي تحت ده بتاع الاتش بريدج التانية انا مش هستخدمه، انا كل اللي هستخدمه هو الجزء اللي فوق ده مع الجراوند. لو انا هستخدم ال 298 فعندي اوتبوت 1 وانبوت 2 نفس الفكره، وانبوت 1 وانبوت 2، وهستخدم انيبل اي اللي هو بدل انيبل 1، والفي اس هو الفي اس هنا، والفي سي سي والجراوند هم الفي اس والجراوند. انا خلاص هلغي دي. الفرق ما بين دي ودي في الحقيقه هنا على بص مش هيبقى فيه فرق، بس في الحقيقه ان هنا دي بتستحمل امبير اعلى بتستحمل فولت اعلى، هنا دي بتستحمل تقريبا لحد 1.5 امبير للاتش بريدج الواحده، هنا بتستحمل نص امبير للاتش بريدج الواحده. طيب هنجيب الموتور، اوصله ما بين الطرفين الاوتبوت بتوعي، انبوت 1 وانبوت 2 هوصلهم
انبوت 1 وانبوت 2 بالنسبه للاي سي دول هيبقوا اوتبوت من الاردوينو، يعني الاردوينو هي المفروض ان هو يطلع اوتبوت عشان يتحكم في الموتور. فسي مثلا ان انا واصلهم على 3، نجيب دي هنا وخليها هنا زي ما هي كانت، انبوت 2 و3 وصلوا مثلا على 13 و12، هجيب الليبل بتاعي واسميه مثلا الليفت والرايت، اضغط دبل كليك هسمي ده الليفت ال وده هسميه الار اللي هو بيتحكم في الرايت دايركشن، واجي اسميهم هنا ان 12 هي الليفت دايركشن و12 هي الرايت دايركشن. طبعا يعني بدل ما اسميهم ليفت ورايت ممكن اسميهم فورورد وريفرس احسن، فورورد وريفرس، فورورد وريفرس، على اساس ان الموتور عندي هيمشي في الاتجاه يا قدام يا ورا. طيب كده انا وصلت الفورورد والريفرس، يبقى انا هحتاج ان الاردوينو هيطلع لي اتنين اوتبوت في الحاله دي، يا واحد وزيرو يا زيرو وواحد. واحد وواحد هيعمل لي شورت سيركت، بس الاي سي دي فيها بروتكشن ان واحد وواحد هيخليه ما يشتغلش اصلا، وزيرو وزيرو هيخليه ما يشتغلش. يبقى انا لو عايز اعمل ستوب للموتور هبعت له زيرو وزيرو. اس 1 واس 2 واس 3 دي سويتشات المفروض هدخلها هنا للموتور على اساس ان انا هتحكم للموتور. انا بالنسبه لي انا محتاج سويتش كمان عشان يبقوا اربع سويتشات زي ما قلنا. كوبي بالسويتش الرابع ده، يبقى انا عندي ده السويتش الاولاني مش هسميه اس 1 بقى، هسميه ان انا عايز يمشي في الفورورد دايركشن، والتاني هسميه في الريفرس دايركشن، مش هسميه اف ولا ار عشان ما يتلخبطش مع اللي فوق، وده هسميه البلس بلس بلس على اساس يعني ان انا هزود السرعه، وده ماينس ماينس على اساس ان انا هنقص السرعه. تاني هرجع اسميهم هنا، يبقى اول واحد ده الفورورد دايركشن لازم يبقوا نفس الاسم، لازم يبقوا نفس الحاجة. يعني انا كتبت فورورد وريفرس كتبها ار اي في كلها سمول، يبقى لازم ار اي في كلها سمول. واخيرا ده بلس بلس، واحتاج واحد كمان اللي هو هيبقى ماينس ماينس. يبقى ده اللي هينقص لي السرعة، ده هيزود لي السرعة، ده هيخليه يمشي في الفورورد وده هيخليه يمشي في الريفرس. يبقى انا المفروض لما انا هدوس على الفورورد هنا هيدخل انبوت للدي سي موتور، الدي سي موتور على حسب بقى السرعه اللي انا المفروض هبقى هظبطها عن طريق البلس بلس والماينس ماينس هيطلع لي الاوتبوت ده. مجرد ما اضغط على الفورورد فالمفروض ان هو هيطلع واحد وزيرو، مش واحد بس، لازم التاني يخليه بزيرو عشان يبقى ايه الموتور يمشي، لان لو طلع واحد والتاني كان بواحد قبل كده هيطلع واحد وواحد فالموتور هيفضل واقف. يبقى تاني لو دوست فورورد المفروض يطلع لي واحد وزيرو، يعني هيوصل هنا واحد وزيرو. لو دوست ريفرس المفروض يطلع لي 0 و1، الريفرس هي اللي تبقى الواحد، بس لازم لازم الفورورد تبقى في الحاله دي بزيرو، يعني لو واحد باي لازم التاني يبقى بلو. طيب اخر حاجه الانالوج، انا مش محتاج هنا انالوج انبوت، محتاج انالوج اوتبوت اللي هو عايز اتحكم في السرعه. هتحكم في السرعه بتاعه الموتور عن طريق الانيبل ده، عن طريق الانيبل اللي هو بص انا هحتاج ديفولت هنا اسميه ده السبيد على بن رقم 9 عشان ده البي دبليو ام، قلنا ممكن على بن رقم 9 او 10 او 11، انا اختار على بن رقم 9 وهحط الديفولت هنا الليبل بتاعي. قلنا بنجيب الليبل من علامه التيرمينالز دي من الديفولت، وهسميها السبيد بنفس الاسم اللي انا سميته هناك سمول سمول. طيب يبقى المفروض ان انا هظبط السرعه اللي انا هطلعها على الانيبل وبالتالي يبدا يشغل لي الموتور. بس طبعا انا لسه ما وصلتش هنا الموتور السبلاي بتاعه، احتاج اوصل الجراوند بتاع الموتور هنا، واحتاج اوصل له الفي اس ده السبلاي بتاع الموتور اللي هو في الحاله دي المفروض يبقى 12 فولت، فاحتاج اجيب له دي سي سبلاي ب 12 فولت. اضغط عليه دبل كليك وغيره ل 12.
في الغالب كلنا بننسى ان احنا نغيره، بنحطه بننسى نغيره، فبالتالي ما بيشتغلش معايا الموتور. اخر حاجه الفي اس اس ده او الفي سي سي ده اللوجيك سبلاي بتاع الاي سي. اي اي سي شبه الاور شبه الاند شبه النوت محتاجه 5 فولت عشان تشتغل، فانا محتاج اوصل لها 5 فولت، اوصل لها عن طريق الباور اللي هو الليبل اللي اسمه باور موجود في التيرمينالز مع الجراوند. حاجه اسمها باور ده معناه 5 فولت اللي هو الشكل ده. طبعا انا كده خلاص وصلته، مش محتاج اضغط عليه واغير دبل كليك، لان ده هنا ده بورت سبلاي معروف انه او الباور هنا في البروتس معروف ان هو 5. حابب تجيب سبلاي زي ده وتحطه وتخلي قيمته بخمسة مفيش مشكله، بس فرق ما بين كلمه باور ما بين الدي سي سبلاي ده. طيب يبقى المفروض انا ككودينج المفروض ان انا هضغط فورورد هيمشي لي الموتور بفورورد او ريفرس. طب على اساس اي سرعه؟ على اساس اخر سرعه هو مظبوط عليها من السبيد او ما بين الاب وما بين الماينس. طيب تعالوا نشوف شكل الكود بتاعي بعمل ازاي. همسح كل في الفويد لوب، خلاص مش محتاج الجزء ده، هسيب اخر قوس بتاع الفويد لوب. الفويد سيت اب مش محتاج انبوت فيها، خلاص مش محتاج انالوج انبوت. كل انا محتاجه دلوقتي كانبوت محتاج بين رقم 0 و1 و2 و3 كل دول يبقوا انبوت عندي. فالمفروض هقول له بين رقم 0 انبوت، وهاخد ده كله كوبي كنترول سي كنترول في، واقول له البنه رقم 1 عندي انا عايزها بانبوت، والبنه رقم 2 بانبوت، والبنه رقم 3 بانبوت. دلوقتي بالنسبه للاوتبوت فانا عندي المفروض عندي 3 اوتبوت، الفورورد والريفرس والسبيد. السبيد انا موصلها على 9، هي لسه ما هي زي ما هي موجوده، وعندي 10 برضو اوتبوت اللي هي في الحاله دي هتبقى الفورورد، و11 او انا موصلهم على 12 و13 يبقى عندي 12 و13 هم اللي هيبقوا ريفرس. الفورورد والريفرس موصلهم على 12 و13، مش محتاج بقى كل دول. طيب ممكن برضو بدل 9 و12 و13 ممكن اعمل هنا عن طريق اقول ديفاين ان سميلي مثلا الفورورد الاف ده على بين رقم 12، وهاش ديفاين تاني ان الريفرس على بين رقم 13، بحيث ان انا لو اتعملت بفورورد او ريفرس يبقى معروفين هما هماهم. واخر حاجه اقول له انتجر سبيد، خليها بتريبل اي لان واضح ان هي متعرفه في حاجه اسمها سبيد عنده طالما نورت، فخليها بتريبل اي سبيد ايكوال واصله على البن رقم 9. كده معناه ان ممكن قيمتها تتغير لو عملتها انتجر، فاعمل حسابك انك كده قيمتها ممكن تتغير في الكود. اما لو عملتها هاش ديفاين طبعا مفيش ايكوال ولا في سيمي كولون، كده انت ضامن ان خلاص قيمتها مش هتغير. وفعلا انا مجرد بدل ما اقول ان البن دي اسمها 9 اقول ان اسمها سبيد عشان اعرف اتعامل معاها، ما اقعدش اقول انا كنت مسميها على بن رقم كام، لا هي خلاص على طول على السبيد يبقى هي بن رقم 9. فبدل هنا ما اقول 9 ممكن اقول سبيد خليها لي اوتبوت. في الحاله دي انا عارف ان سبيد دي هتبقى انالوج اوتبوت. نيجي بقى للي المفروض يحصل. انا ممكن اديله انيشال فاليو للسبيد بتاعتي، اقول له خد بالك انالوج رايت الانيشال فاليو، انيشال فاليو بتاعتي السبيد اللي هي هتطلعها على البن رقم 9 اللي هي السبيد يعني في الحاله دي خليها لي بزيرو في الاول خالص، السبيد بزيرو. او بدل ما اسميها سبيد خليها بي دبليو ام احسن عشان انا احتاج السبيد دي في حاجه تانية. بي دبليو ام ودي بي دبليو ام، يبقى الرجل بتاعت البي دبليو ام او رجل الانيبل بتاعتي هي الرجل دي اللي هي واصله للرجل رقم 9. بعدين هقول له انتجر سبيد سبيد بتريبل دي، هقول له ان سبيد في الاول كانت بزيرو، واقول له انيشال فاليو طلع لي على البي دبليو ام السبيد اللي انا عايزها، بيطلع لي على رجل رقم 9
السبيد. طب هي السبيد اصلا كانت بكام في الاول؟ كانت بزيرو. في اوبشن هقول فائدته دلوقتي، بدل ما اخليها انتجر هنخليها unsigned character. هقول فائدته كمان شويه دلوقتي حالا. unsigned character السبيد، وقال له انالوج رايت بي دبليو ام السبيد. بعدين اقول له هنا عند الفويد لوب المفروض اقول له خد بالك انا لو دوست على البلس بلس ده، لو دوست على البلس بلس يزود لي السرعه مثلا بمقدار مثلا 20 ستيب. انا عندي سرعه من 0 لحد 255، فالمفروض هقول له اف البلس بلس ده انا ما عرفتوش انا موصله على ايه، فممكن نخليهم مثلا اربع سويتشات. اقول له مثلا انتجر سويتش واحد اس واحد واس اتنين واس تلاتة واس اربعة، واقول له هنا اس واحد ايكوال ديجيتال ريد رجل رقم زيرو، واس اتنين خليها على الرجل رقم واحد، واس تلاتة على الرجل رقم اتنين، واس اربعة على الرجل رقم تلاتة. اس اتنين اس تلاتة اس اربعة. يبقى انا عندي ده اس واحد اس اتنين اس تلاتة اس اربعة، اس واحد اس اتنين اس واحد اس اتنين اس تلاتة اس اربعة. يبقى اس واحد ممكن احط كومنت هنا اقول ان اس واحد ده معناه ان هو جايله ده الفورورد سويتش، ده السويتش اللي يمشيني في الفورورد دايركشن. لو جه منه معناه ان هو يمشي في الفورورد دايركشن، واحط كومنت هنا عشان اخد بالي بس ان ده الريفرس سويتش. والسويتش التالت ده البلس بلس معناه انه يزود لي السرعه، وده ماينس ماينس ينقص لي السرعه. بعدين هاجي انا اقول له لو سويتش واحد مضغوط، او خلينا دلوقتي في بتاع السرعه، لو سويتش تلاته اتضغط ايكوال ايكوال 1، المفروض هيعمل لي حاجه انه يزود السرعه. ولو سويتش اربعه اتضغط المفروض ان هو يقلل السرعه. هنشوف هيقلل السرعه مثلا بمقدار 20 خطوه. فانا اقول له هنا خد بالك ان السبيد هتساوي السبيد بلس 10، او خليها بلس مثلا بلس 40 عشان ننجز. وهنا اقول له خد بالك ان السبيد هتساوي السبيد ماينس 40. طيب اخري في السرعه هو 255، فالمفروض ان انا احط له كونديشن هنا اقول له خد بالك اف السبيد اكبر من او تساوي 255، معلش خليها 255 ثبتها عند الماكسيمم فاليو، السبيد بتساوي 255. او ان انا اصلا كنت ممكن اكتفي بان انا اعرفه unsigned character. unsigned character بيخلي المينيمم بتاع السبيد او الماكسيمم هو من 0 لحد 255، بس برضو لازم نعمل الكونديشن ده. لو انا يعني خليتها انتجر لازم اعمل الكونديشن ده عشان لو عدت ال 255 يوقفها عند 255. طيب هنا برضو نفس النظام، انا بقلل السرعه. طب لو نزلت عن الزيرو يبقى المفروض كونديشن تاني اف السبيد اقل من او بتساوي زيرو. لو نزلت اقل من الزيرو خليلي السبيد باقل قيمه لها اللي هي بزيرو. طيب لو خليتها unsigned character فالفكره كله انه هيبدا يعمل اوفر فلو، ان هو هيبدا بدل بالزيرو هينزل يبدا ينزل للسالب، وممكن كمان ينزل يوصل للقيمه البوزيتيف اللي هو بعد ما يوصل لاخر قيمه موجوده عنده في السالب يرجع لاول لاخر قيمه موجوده في الموجب. بس انا عامل unsigned character في اخره في السبيد هي الزيرو. طب تحت الزيرو
لو قل عن الزيرو معناه ان هو هيقل بعد الزيرو على طول ل 255، لو هو عنده من زيرو ل 255، بعدين من زيرو ل 255، بعدين من زيرو ل 255، فتحت الزيرو اكيد 255. يعني لو قلت له مثلا ان السبيد بتساوي 0 ناقص 4، 0 ناقص 4 طب ما فيش عنده سالب ماينس 4، هيبدأ يشوف اقصى قيمة موجودة بعد الزيرو كام، هو 255، طب نقص منها 4 تبقى 251، يبقى هي دي السرعة لو انت حطيتها بسالب 4. المهم ما علينا من الكلام ده كله، حط الكونديشن ده وريح دماغك وخليها هنا انتجر، خلي السبيد هنا بانتجر كانيشال فاليو. طيب كده انا خلصت الجزء بتاع سويتشنج، بقى سويتش 3 وسويتش 4، خلصت الجزء بتاع السبيد، فاضل الجزء بتاع الفورورد والريفرس. يبقى هقول له والله لو جالك اف سويتش 1 ايكوال ايكوال 1، ممكن اكتبها كده ايكوال ايكوال 1، وممكن اقول له اف سويتش 1 وخلاص، هما الاثنين نفس المعنى. لو خليت اف سويتش 1 او اف سويتش 1 ايكوال ايكوال 1 هي هيها نفس الحاجه. المفروض هقول له اف سويتش 1، يعني لو اتضغط عليه ايكوال، خليها كده على طول عشان نعرف ان هي، نتاكد ان هي نفس الحاجه، معناه ان انا عايز الموتور يمشي في الفورورد دايركشن، فالمفروض ان انا اقول له خد بالك اعمل لي ديجيتال رايت على الفورورد دايركشن بهاي وديجيتال رايت انا معرفها اف و اف و ار، يعني على 12 و13، وعلى الار خليها لي بلو، قلنا لازم واحد يبقى هاي وواحد يبقى بلو. طيب والسرعه؟ لا ما هي السرعه اوريدي ظابطها من الاثنين اللي فوق دول، هياخد اشوف انا كنت ظابطها على كام اخر قيمه وصلت لها ويبدا يظبط فيها. طبعا الكود ده محتاج يتعمل له اوبتمايزيشن، محتاج يتظبط اكتر من كده، هنقدر نشوف ازاي. غير ان دي المفروض ما تبقاش اف كونديشن، دي المفروض تبقى وايل كونديشن مش اف كونديشن، لان طول ما انا ضاغط مشولي في الفورورد، وقت ما اشيل ايدي من على الزرار المفروض يرجعني تبقى بزيرو زيرو. يبقى دي المفروض هنا بدل ما هي سويتش تبقى وايل سويتش 1 ايكوال ايكوال 1، او من غير ايكوال ايكوال 1 نفس المعنى، يعني طول ما انت ضاغط على سويتش 1 خليه ماشي لك في الفورورد والريفرس. طيب لو انت شلت ايدك، لو شلت ايدك المفروض هو هيبقى ضاغط على اخر حاجه انت ماشي عليها. طيب لو شلت ايدي انا عايزه يقف، يبقى المفروض لو طلع بره الوايل دي اقول له معلش خلي لي هما الاثنين دول بلو، هما الاثنين بلو. طيب لو انا ضغط على السويتش الثاني يبقى كنترول في هنا، لو انا ضغط على السويتش الثاني، على السويتش الثاني ايكوال ايكوال 1، سواء حطيت ايكوال ايكوال 1 او ما حطيتهاش فكده معناه ان هي ايكوال ايكوال 1، خلي لي ان هو يمشي في ريفرس دايركشن، يبقى ده بلو وده يبقى بهاي. طيب لو طلع من السويتش ده، لو انا شلت ايدي من على الزرار المفروض ان هو يقف زي العربيه اللعبه، انا هاخد ده الامر ده وخليه هنا عشان يبقى جنرال لهم هما الاثنين، حابب تحطه هنا او هنا ما فرقتش، سيبه هنا وهنا ما فرق، مفيش مشكله، بس ملهاش لازمه انك تكرر. يعني هو انت ضغط على سويتش واحد، اه طب مش ضغط عليه، ضغط على سويتش اثنين، لا مش ضغط على سويتش اثنين، فبالتالي هيبدا يروح موقف الموتور. طب انت ضغطت على سويتش اثنين، هبدا شغال ينفذ الامر اللي جواه باخر سرعه هو كان عليها، يعني لو السرعه انت فضلت ماينس 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 لحد ما السرعه مثلا وصلت لحد 125، فهو هيبدا شغال محبوس جوه الوايل دي بسرعه ال 125. هو كده الكودينج هو يعتبر خلصان ما فيهوش اي مشكله، بس المفروض ان هو محتاج يتنظم اكتر، محتاج يتظبط اكتر من كده. دي بتاعت الفور لوب، القوس ده زياده، دي بتاعت الفويد لوب. فاضل حاجه اخيره، تعالوا اصلا نشوف دلوقتي نشغل وبعدين نبدا نشوف ايه المشكله اللي انا محتاج اعدلها. هي ممكن ما تبانش في السيميوليشن بس في العملي اكيد هتبان معاك. طيب هنا ظهر لي ايرور بيقول لي ايه سويتش 4 ده، انا هنا معرفهم سويتش 1 و2 و3 و4 اس من غير دبليو، فبالتالي عندي اس 4 اس 3 واس 4 واس 1 واس 2، هعمل كومبايل.
هاخد الكود كوبي وبيست الجزء بتاع الهيكسا فايل. تمام، ناخد الاول، مش هاخده الاول السطر، هاخده لحد سي دي كنترول سي. لو الهيكسا فايل ده مش ظاهر بنجيبه من فايل البريفرنس، نجيب من فايل بنضغط على بريفرنس ونشوف علامة الكومبايليشن ونضغط عليها تشيك، اللي هي الكومبايليشن دي اللي هي شو فيربس اوت ديورينج كومبايليشن، خليه اعمل عليها تشيك الصح. ده غالبا عندك الهوية مش ظاهرة، هيبقى مش معمول عليها تشيك، فانت اعمل عليها تشيك واضغط اوكي هيظهر لك الهكس فايل. نروح نحطه بقى في بروتوس، كنترول في واعمل رن. طيب هنا لما هاجي اعمل فورورد ريفرس هلاقي ان الكود اصلا ما اشتغلش بسبب ان انا ما عملتش انالوج رايت، انا عملت السبيد بس ما عملتش انالوج رايت. فاعمل بوز وارجع تاني اعدل الكود. يبقى المفروض ان هنا بعد السبيد هقول له انالوج رايت، او ممكن بره الاف كونديشن خالص او جوه هو شغال انالوج رايت باخر قيمه هو وصلها للسبيد. كنترول سي، وهنا برضو في السويتش التاني كنترول في، السويتش التاني اللي هو واصل على ديجيتال رقم واحد. طيب السويتش التاني ولا السويتش التاني ايكوال ايكوال 1 ولا السويتش 1 ايكوال ايكوال 1، هعمل كومبايل. خلاص انا خدت الكود مره واحده مش هحتاج اخده كل مره، هروح اعمل رن. ايه المشكله؟ المفروض انا عايز اكتب على البي دبليو ام والسبيد، وهنا البي دبليو ام على بين رقم 9 يعني، طلع السبيد بتاعتي على بين رقم 9، طلع السبيد بتاعتي هنا البي دبليو ام انا موصلها على بين رقم 9 اللي انا كنت معرفها فوق. خلاص هو كده مش هحتاج اخد ملف الهكس فايل تاني، هعمل رن. طيب هنا انا هعمل رن، مجرد ما اضغط مثلا على ريفرس هلاقي ان الموتور شغال بالسرعه اللي انا المفروض هظبطها. بس هنا في مشكلة، ان انا المفروض انا اظبط الكود على ان انا طول ما انا ضاغط على السويتش المفروض ان الكود يشتغل، مجرد ما اشيل ايدي المفروض ان الموتور يقع. ضغط ايدي على السويتش المفروض ان الكود يشتغل. او هنا تاني المفروض طول ما انا ضاغط الموتور يشتغل، اشيل ايدي المفروض الموتور يقع، كده الموتور فضل شغال. فارجع تاني ابص في الكود ايه المشكله اللي مخلتش الموتور، معناه ان هو ما طلعش من بره الوايل، يا اما طلع بره الوايل وانا ما شافش الامرين دول. فانا هاجي مثلا على سويتش 1، انا قلت له اف سويتش 1 ايكوال ايكوال هاي، يعني ايكوال ايكوال 1. هو فعلا اتاكد لما انا ضغطت عليه ان هي كانت بواحد، بعدين راح دخل دي اشتريت خلاها بهاي، وده بقى انالوج سبيد. سويتش 1 دي هو فضل محبوس جوه الوايل، هنا في حاجه غيرت اس 1؟ لا للاسف مفيش حاجه غيرت اس 1. طيب ايه الحل؟ يبقى انا محتاج اقول له ان جوه الوايل خد بالك الاس 1 ممكن تتغير. فانا ممكن اجي هنا اقول له اس 1، اروح اخد السطر ده كده كوبي واحطه جوه الوايل، اقول له خد بالك ان الاس 1 ممكن تتغير. فكده هيبدا يقراها تاني كل شويه، لو انا شلت ايدي من عليها هيبدا يقراها ان هي تبقى بزيرو، فيبدا يطلع من بره الوايل. فانا هاجي عند اس 1 وهاجي عند اس 2 واعمل نفس الكلام ده طالما جوه وايل. في الاف كونديشن مش لازم اعمل الكلام ده، لان هو خلاص بيخش جوه الاف كونديشن ينفذها مره واحده ويطلع براها، فيبدا يتشيك تاني من اول اللوب. اما في الوايل طول ما الكونديشن ده متحقق اللي هو فعلا بواحد مفيش حاجه غيرت، فيبدا ينفذه. طب ايه اللي ممكن يغيره؟ هل انت قلت له ان دي اشتريت؟ طب ما انا قايله فوق. لا ده فوق، ده بره الوايل اصلا. هو ماشي تشيك عليها اول مره لما كانت موجوده فوق، بعدين لما نزل جوه الوايل لقاها بواحد، ففضل ينفذ اللي جواها. الاس بالنسبه له بواحد، الاس دي مش بالنسبه له ان هو ده قرايه السويتش رقم واحد، هو بالنسبه له فاريبل اسمه اس، هو على طول بواحد وقيمته ما اتغيرتش. هل حاجه جوه الوايل اتغيرتها؟ لا مفيش. يبقى في التالي انا
كده حبست نفسي في انفينيت لوب عن طريق الكونديشن ده. المفروض ان هي تبدأ تظبط معايا. تعالوا نبدأ نتشيك تاني. خلي خلص كومبايلنج. هعمل ستوب. هعمل ران. هضغط على الفورورد. كده المفروض ان هو بيدور في اتجاه اليمين. شلت ايدي. المفروض ان هو وقف. هضغط على ريفرس. بيدور في اتجاه الشمال. المفروض بقى لو انا قعدت اضغط على دول المفروض ان هو بيضغط بيعلي لي السرعه وينقصها. فلو فضلت ماشي ضغطت على الفورورد كده هو معناه انه وصل لزيرو. يعني كده معناه ان هو انا ضغطت على الماينس بس بضغط على الفورورد ريفرس مش شغال، معناه ان السرعه وقفت عندي زيرو. طب انا عايز اعمل بلس بلس، هلاقي ان السرعه ده بقت سريعه قوي، مش معقوله ان دي 40. يعني مجرد ممكن ما اضغط على ضغطه واحده بس بالماينس هلاقي ان الموتور وقف فعلا، السرعه بقت بزيرو. فالكلام ده مش منطقي. المشكله دي حصلت معانا في اللاب مره وقلنا على الحل بتاعها. الحل بتاعها انك الكود ده بيتنفذ كله في زمن سريع قوي بالنسبه للزمن الضغطه بتاعتك. يعني انت مثلا هتضغط في تقريبا كام اسرع زمن انا ضغطت مثلا في نص ثانيه. نص ثانيه هينفذ الكود ده حوالي قول مثلا مليون مره. فمليون مره هيخش هيلاقيك دايس في الثانيه الواحده اصلا ممكن ينفذه اكتر من مليون مره. فانا دلوقتي انت ضغط على السويتش، ضغط على السويتش فيروح مزود 40، ضغطت هيلف تاني في زمن بعد مايكرو سكند ثانيه هيلاقيك ضغط فيزود 40. فهو هتلاقيه مثلا في حوالي 4 مايكرو سكند او حتى 10 مايكرو سكند هتلاقيه وصل للماكسيمم سبيد وانت اصلا لسه ما كملتش نص ضغطه. طيب الحل ان انا اقول له لا خد بالك انا عايزك تزود لي الكلام ده مع كل ضغطه. مع كل ضغطه. طيب الكلام ده ابسط حل احنا قلناه اللي هو ان انا احط ديلي. طبعا ده كبروجرامنج ده حل فاشل. هنقول الحل الصح كمان شويه بس انا هقول كل الحلول اللي نقدر عليها. هعمل كومبايل. انا ظابط الانيشال سبيد هنا غيرتها ل 125 عشان يبقى شغال في البدايه. خلص كومبايلنج. المفروض بيعمل الكومبايل دان كومبايلنج. هعمل ستوب بعدين هرجع اعمل رن تاني. بضغط على الفورورد دايركشن. الموتور شغال في الفورورد دايركشن. بضغط على ريفرس شغال في ريفرس دايركشن. بعمل ماينس فالمفروض كده ان هو نقص لي 40. فالموتور سرعته قلت. هضغط 40 ثانيه سرعته بقت قليله قوي. فانا بتكلم 125 ناقص 80 فيعني الضغطه الثانيه تقريبا هيخليه قريب من الزيرو مش هيشتغل. فعلا ما اشتغلش او يعني ايه بسرعه بطيئه قوي قوي. اضغط على واحده اعليه هلاقي ان السرعه بدات تعلى شويه في اتجاهين شغال. اضغط على يعلي لي السرعه يبقى كده السرعه بقت اعلى. اضغط عليه تاني هلاقي ان السرعه بقت اعلى. اضغط عليه تالت السرعه بقت اعلى. اضغط عليه تكتين عشان يبقى السرعه اعلى واعلى. كده فعلا السرعه بقت عاليه. طيب قلنا الحل ده حل فاشل ان هو بيعمل لي ديلي في الكود عندي. هو مؤقتا مش هيقول حاجه لا لان هو ما بتنفذش غير في الضغطه بس، فممكن ما يزعلنيش حتى ان انا احط ديلي 500. بس انت لو هتحطه في الحقيقه حتى احطه مثلا خليه ماشي 500 مفيش مشكله او حتى 200. الحل الصح بقى ان انا استخدم فلاج. هاجي اعرف فاريبل هنا واسميه فلاج انتجر فلاج 1 مثلا اديله انيشال فاليو بواحد واقول له انتجر فلاج 2 انيشال فاليو برضو بواحد عشان انا عندي سويتشين للماينس والبلس بلس. فانا هشيل الديلي من هنا وهشيل الديلي من هنا. هقول له خد بالك لو السويتش التالت ده بواحد اند الفلاج 1 ايكوال ايكوال واحد والفلاج فعلا كان بواحد، يعني انت ضغطت على الفلاج يعني انت معناه انك انت عايز تقول له ضغطه واحده تقول له السويتش ده اتضغط عليه والفلاج كان بواحد ماشي هينفذ كل ده هيزود لك 40 ويقول له معلش رجع لي الفلاج بقى خليه بزيرو. فكده ايه اللي هيحصل؟ هيبدا ينفذ الكود ده هيلاقي ان السويتش التالت مضغوط فعلا والفلاج انا كنت مدي له انيشال فاليو بواحد فيروح منفذ الكود ده بعدين يخلي الفلاج بزيرو. في المايكرو سكند اللي بعدها انت لسه ضاغط ما لحقتش تشيل ايدك هيجي يضغط اف اس 3 فعلا مضغوط بواحد. طب والفلاج؟ لا ده كان بزيرو فبالتالي مش هيخش جوه اللوب دي غير مره واحده بس.
طيب انا محتاج اقول له بقى والله بقى لو انت شلت ايدك من على السويتش، لما تشيل ايدك من على السويتش ايكوال ايكوال زيرو، خلي لي الفلاج 1 بزيرو، عشان لما اضغط عليه خلي لي الفلاج 1 بواحد بقى، عشان لما اضغط عليه مره تانية انا خلاص شلت ايدي من على الاس 3، عشان اضغط بقى الضغطه التانية يبدا ياخد ان فعلا الاس 3 اتقرت وفلاج واحد. ده بقى بواحد خلاص، معناه معنى ان هو يبقى بواحد معناه انك كنت شايل ايدك من عليه، ان هو وهو بيخش هنا دي مش اول ضغطه انت ضاغطها، او يعني دي مش تاني ضغطه، او انت مش مطول في الضغطه دي، فعلا اول بريس انت عاملها. يبقى تاني الفلاج ده اللي عمله ان من غيره، من غير الفلاج ده يبقى انا كنت هخش على اس 3، طول ما انا ضاغط عليه شغال ينفذ الامر ده هلاقي ان السبيد وصلت للماكسيمم. طب لما حطيت الفلاج انا اوريدي مدي له انيشال فاليو في البدايه خالص بواحد، فهو انا ضغطت على الزرار والفلاج كان بواحد، الفلاج كان واحد، ممكن هنت ليك ان هو ايه ما كانش ضاغط على الزرار قبل كده. طيب يبقى لما الفلاج بيبقى بواحد معناه ان هو ما كانش ضاغط على الزرار قبل كده، فلما يضغط مع لما يضغط معناه ان ياخد بالك دي الضغطه الاولى له، فلما يبقى دي الضغطه الاولى يبدا يخش ويزود 40 ويخلي الفلاج بزيرو. يعني ايه معناه ان ايه خد بالك بقى هو كده ضغط على الزرار طالما الفلاج بزيرو، لما يرجع يبص تاني هو ضغط على الزرار بس دي الفلاج بقى بزيرو، معناه ان هي مش الضغطه الاولى له، لا معناه ان هو كان ضغط قبل كده بس بسبب ان البروسيسور اسرع منه فانا بعدي على الامر ده اكتر من مره. طيب والله انت شلت ايدك رجع لي الفلاج بواحد، لما انت تشيل ايدك تيجي تضغط عليه مره تانيه تبدا ده اس 3 بواحد. طب هل هي دي الضغطه الاولى؟ هي مش الضغطه الاولى بس يعني تعتبر في الحاله دي، يعني لو انا ابص كلوكال دي اول مره يضغط عليها في اللحظه دي، يعني في ال 1 مايكرو سكند ده لسه اول مره يضغط عليها، او يعني دي تاني ضغطه بس هو مش عامل لونج بريس عليها. طيب نفس النظام هنا اف اس اس ار اف 4 ايكوال 1 اند اند فلاج 2 ايكوال ايكوال 1، هل هو كان ضغط على الزرار قبل كده؟ لا خد بالك دي كان اول ضغطه للزرار الثاني. طب خلاص ماشي نفذ الامر ده، نقص السبيد وخلي لي الفلاج ده بزيرو، فلاج 2 خليه له بزيرو. طيب في المايكرو سكند اللي بعدها هو ضغط على الزرار انت ما لحقتش تشيل ايدك، بس هل دي اول ضغطه؟ لا دي مش اول ضغطه، ده هو كان ضغط قبل كده وانا دخلت نفذت الامر وخليت الفلاج بزيرو، عشان كده هي ايه مش اول ضغطه خد بالك، فمش هيبدا ينفذ الكلام ده. طيب ثالث ضغطه او ثالث لفه، هو طبعا هيلف اسرع، هيلف حوالي 1000 مره اسرع منك، في اللفه ال1000 هو ضغط ضاغط، وهل دي اول ضغطه؟ لا دي مش اول ضغطه، هو كان ضغط قبل كده وانا عملت له الامر بتاعه خلاص مره واحده وخليت له الفلاج بزيرو، هو لسه ما شالش ايده من على الزرار فبالتالي ما يخشش هنا تاني. طيب لما اشيل ايده بقى من على الزرار يبقى اقول له اف سويتش 4 ايكوال ايكوال زيرو، يعني معناه ان هو شال ايده من على الزرار او من على البوتوم بتاعي، اقول له خلي لي الفلاج 2 بزيرو، عشان لما يضغط تاني يعرف ان هو خلاص بقى ايه دي هتبقى اول ضغطه في الكيس الثانيه. طيب يبقى في الحاله دي تاني انا شلت ايدي من على الزرار فخلى لي الفلاج بزيرو، هبدا اضغط عليه مره ثانيه هيقول لي خلي بالك ده ضغط على الزرار، ولا دي يعتبر اول ضغطه بقى في الحاله دي، فخلاص نقص لي 40، نقص 40 وخليه فلاج بزيرو، لف في المايكرو سكند اللي بعدها ده ضغط فعلا هو ضغط على الزرار، بس هل دي اول ضغطه له؟ لا ده اصلا لسه ما شالش ايده من على الزرار فخلاص ما تنفذش، لما يشيل ايده ابدا نفذ له الامر، لما يشيل ايده هيخلي له الفلاج بواحد، انا اسف مش بزيرو، يخلي الفلاج بواحد ويبدا ينفذ الامر ده تاني. تعالوا نتاكد هل الكود ده فعلا كده صح وهيشتغل ولا لا، وممكن نشوف لو حد مرق متضايق من الفلاج ممكن نقول حل تاني. هو هنا في بيقول فلاج دي المفروض تبقى فلاج 1، ممكن نشوف حل تالت بس برضو مش هيبقى ايه كبروجرامنج حل صح يعني، بس بما ان الماينس والبلس انا مش هعرض عليه كتير فبرضو ممكن يبقى مقبول. فلاج 1 ايكوال 0 انا عملت كومبايل خلاص، هاجي بقى اعمل ران، السرعه الانيشال انا مش ضاغط على اي حاجه فبالتالي 0 0، انا مش ضاغط على اي حاجه فبالتالي هو هيديني 0 0، لما اضغط على الفورورد هشتغل بالسرعه الانيشال، اضغط على الريفرس برضو السرعه الانيشال هي 125، لما اضغط ماينس هنقص هلاقي ان السرعه بدات تقل. لو فضلت معلق قبل كده كان حتى لو انا حاطط ديلي لو معلق هيوصلي للزيرو، اما هنا حتى لو معلق هو هينقص مره واحده ويوقف، هاجي اضغط فعلا شغال،
فضلت معلق برضو هينقص مرة واحدة مش هيوصل للزيرو، شغال بسرعة بطيئة. لو عليت لو اي حاجة من الحلول اللي فاتت اللي كنا قلناها لو كنت فاضل ضاغط كده هيوصل لي الماكسيمم، المفروض ان الموتور يدور بسرعة عالية سواء فورورد او ريفرس كده، شغال بسرعة بلس 40 بس مش اكتر. هدوس وهفضل معلق عليه، هو بالنسبة له انا مش مزود غير مرة واحدة، ضغط مرة واحدة 40، فاضغط كده تاني فهو كده بالنسبة له زود 40 واحد، زود 40 واحدة بس اللي هو 40 ستيب. هضغط تاني هيبدأ يزود لي، تالت يبدأ يزود لي. طيب السويتشات اللي هي بضغط عليها نادرا زي بلس بلس ممكن برضو استخدم امر تاني اللي هو بدل فلاج، خلاص هلغي الفلاج ده لو حد متضايق منه او ما فهموش، هلغي الجزء بتاع الفلاج. اللي هو انا هعمل ديلي بس غير الديلي شويه، هقول له خد بالك بقى وايل، هو داس على زرار اس 3، دايس على اس 3 فعلا. طب وايل اس 3 ايكوال ايكوال 1 ما تعملش حاجه، بس المفروض ان انا طبعا محتاج اقول له ان انا شلت ايدي من على الاس 3 فحط له ديش تريد جوه الوايل، بس قلنا اي وايل طالما عشان ما يحبسهاش حط له ديش تريد عليه، عشان لو انا شلت ايدي كده ايه اللي هيحصل؟ لو انا ضاغط ايدي، ضاغط ايدي على الزرار هيبدا ينفذ هنا، هروح مزود 40 بعدين هيفضل محبوس هنا، يعني هو هيفضل محبوس جوه الامر ده ان هو الوايل اس الاس ب3 وانت ضاغط عليه فيفضل محبوس جواه ما بيعملش اي حاجه، محبوس على الفاضي، بس لو انت معطل الكود على الفاضي لما تبدا تشيل ايدك من عليه هيطلع من بره الوايل ويبدا ينفذ بقى بقيه الاوامر سواء فورورد او ريفرس. نفس الفكره هنا، اروح اخد الجزء ده كوبي وبيست عند السويتش الرابع واقول له بدل اس 3 يبقى اس 4، وهنا اس 4 وهنا دي بتقرا من بين رقم 3، واقول له طول ما اس 4 بواحد معناه ان هو لسه ضاغط على السويتش، خليه محبوس هنا ما تخلوش يلف، فيفضل محبوس جوه الوايل مش هيطلع من الوايل دي الا لما يشيل ايده، لما يشيل ايده معناه ان هو اصلا كده ايه نقص خطوه واحده. تعالوا نجرب ونتاكد. كومبايل كده الفلاج، اصلا الجزء ده من الفلاج برضو ما بقاش له لازمه. هاجي اعمل ران ستوب وران فورورد كده شغال بالانيشال سبيد بتاعته، هضغط على ماينس هفضل معلق ايدي عليه، هو بالنسبه له هينقص واحده بس او ستيب واحده اللي هي 40 يعني، هضغط عليه تاني مهما فضلت ضاغط هو هينقص 40 وهيفضل محبوس جوه الوايل، لما اشيل ايدي هيطلع من بره الوايل خلاص، يبقى كده مش هخش في الاف تاني لان انا مش ضاغط على السويتش، فليه فعلا نقص لي 40 واحده اللي هي 40 ستيب. هضغط تاني انا معلق عليه، فعلا ده بينقص، نقص لي 40 بعدين راح اتحبس جوه الوايل، فاضل محبوس جوه الوايل ما بيعملش حاجه، بتشك بس هل زرار 4 مضغوط ولا لا، لو 4 هيفضل مضغوط، لو السويتش ده يعني مضغوط هيفضل جوه الوايل، لو هو مش مضغوط خلاص هيروح طالع بره الوايل ويبدا يشوف بقيه الاوامر. طبعا انا هنا كانت بزيرو عشان كنت اخر حاجه وصلت لها، يعني السرعه بطيئه قوي، لو الموتور بيدور بسرعه بطيئه. طيب لو انا عليت الموتور فضلت معلق قبل كده كان هيوصل لي للماكسيمم مجرد ما اضغط كده، حتى لو حطيت ديلي 500 لو فضلت عديت ال 500 ملي سكند اكيد هيوصل للماكسيمم بزياده. طيب كده انا مش هيزيد لي غير ستيب واحده بس، هضغط تاني هفضل معلق ايدي ستيب واحده، بس في حاجه بقى هنا، هنا انا لو فضلت معلق السويتش ده مش هيطلع كده، هو انا فضلت اضغط على الحته الحمراء دي كده اللي هو السهم ده ففضل معلق عليه واصل، هو كده محبوس جوه الوايل، لو فضلت ضغطت فورورد وريفرس مش هيعمل اي حاجه. لان هو محبوس جوه الوايل. عكس بقى الفلاج، الفلاج لو كنت معلق ايدي عليه هو هيفضل يشتغل بقيه الكود. تعالوا نرجع الجزء بتاع الفلاج ونتاكد تاني. اعمل له ريليز بس وخلاص كده خلص كومبايلنج، اعمل ران اشغل الموتور هيشتغل بالسبيد بتاعته، لو فضلت ضغط على البلس هو هيزود مره واحده بس، لو فضلت بقى عملت هولد للسويتش عن طريق العلامه الحمراء دي فهو كده السويتش فضل لازق، المفروض ان هو زود السرعه 40 وفضل
وما عملش حاجة تانية، بس هل هيقبل الأوامر؟ اه هيقبل السبيد وهيقبل الريفرس. الموتور اتحرق، هنوقفه ونشغله تاني. البلوتوث علق، هعمل ران، هفضل المعلق ده اشغله كده، شغال في الفورورد دايركشن عادي، شغال في الريفرس دايركشن عادي حتى وانا معلق السويتش ده. لو علقت السويتش ده كمان برضه هيشتغل، مفيش اي مشكله، ان انا مش حابسه في وايل بس، وانا نقص 40 نقص 40 مره واحده بس وما نفذش حاجه تاني. عشان يبدا ينقص يبقى لازم اشيل ايدي واضغط عليه تاني، كده هيزود 40 تاني. بس ستيل ان هو حتى لو انا معلق ايدي على على ار 1 يعني كانك بتلعب بلاي ستيشن يعني، فمفيش مشكله ان هو هيفضل برضو يمشي لقدام او يرجع لورا. طيب خلصنا كده الجزء ده، هنبقى ننزل لكم التاسك بالتفصيل ايه اللي مطلوب منكم. وشكرا، لو حد عنده اي اسئله ممكن يبقى يسالها لنا على الفيسبوك او على كلاس روم.